النهارده لو انت عايز تعمل سرعه للجهاز وتخلي الجهاز بتاعك سريع الى اقصى سرعته، طبعا يعني مش هيبقى اي حاجه، هيبقى اقصى حاجه ليه، اتبع معايا الخطوات دي، صدقني صدقني خطوات بسيطه جدا وهتسرع من الجهاز سرعه. خليك معايا. انك هتيجي هنا في قائمة ستارت وتكتب View Advanced System Settings، تمام، وتروح دايس هنا عليها، وتيجي هنا Advanced في كلمة Performance، وتيجي كلمة Setting قصدي، هيقول لك Let Windows Choose، لا انت مش عايز دي، قول له انا عايز Adjust for Best Performance، انا عايز افضل حاجة للبرفورمانس عندي او لسرعة الجهاز. وبعد كل ده هيتشال، كان الاول كان كده كل ده، لا انت كل ده هتشيله، دوس اوكي okay. هو بس كل ده لسه بيحمل بس، اوكي كده بقى الجهاز عندك بقى سريع. ومتنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سير شاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.